صورة. سلام لاباس. لا لا صورة تاني. لا لا صورة. ما بيناش بعدا. ما بيناش قالوا غير عين. حيدي من هنا سيدي حيدي من هنا سيدي لهيك واش ما اسمي حيدي من هنا دخلت ومبرق وجهك وعتبان عرفوا الكورونا متابعي التلفاز الإلكترونية شوف تيفي وحنا دائما كنتواجدوا بالسجن المحلي عين السبع يعني وكنراقبوا لحظة مغادرة نزلاء اللي شملهم العفو الملكي اللي السلطات تكلفات بنقلهم للمنازل ديالهم ونذكروا أن العفو شمل 5654 نزيل مختلف مؤسسات سجنية بالمملكة. هاي ديهم كل واحد سيكتور يجي تنظر من هذه كل شيء يجي تنظر هاي يجي تنظر عسير. ليش كنا تسوي مني تدري؟ لا مش عيد ديهم دار ولا عيد ديهم كوميسيري اللي في دار. هاي ديهم المهم حضرت قرب الدار ديهم. مش نعرف واش نمشي نذكر أن السلطات غتكفل بنقل نزلاء اللي يشملهم العفو المنازل ديالهم ومباشرة غيدخلوا في الحجر الطبي داخل المنازل ديالهم دابا انا عارف ما بغيتش نقول مثلا عندك بغيت تسالات غير باش ما تخرجش كما ما هياش وهذا الاجراء اتخذ بان السلطات هي اللي غتكلف بنقل النزلاء المشمولين بالعفو المنازل ديالهم باش ما يكونش الاكتضاض وباش يعني كل شيء يوصل في السلامه وان شاء الله ما يكونش شي مشكل Thank you.
ومغادرة النزلاء السجن وتسليمهم لعائلاتهم غيتم بشكل تدريجي. وهذه الإجراءات بالطبع كاملة كتدخل في حالة الطوارئ الصحية اللي اتخذتها الدولة للسيطرة على وباء كورونا وعدم انتشاره. ونداء لجميع المواطنين مزيدا من التدابير، من اتخاذ تدابير الاحتياطية، نبقاو في ديورنا، قصنا أي حاجة نعقموا يدينا، نحاولوا تكون واحد المسافة بيناتنا ولو حتى داخل البيت، بهكذا نقدروا نحميو راسنا ونحميو عائلاتنا ونحميو البلد ديالنا. وكل هذه الإجراءات اللي تم اتخاذها من طرف الدولة كلها باش نقدروا نسيطروا على المرض وما ينتشرش وما نوصلوش للكوارث اللي وصلوا لها دول سابقة مثل إيطاليا مثل فرنسا مثل إسبانيا. نتمنى أننا نكسبوا الرهان وأن هذا المرض وهذا الفيروس ما ينتشرش بيناتنا وما ندخلوش أو نطيحوا في مشكل كبير، وهذا الشيء ما يكون إلا بتضافر الجهود اليد في اليد. نسمعوا شنو كتقول السلطات، نطبقوا الأوامر ديالها ونلتزموا البيوت ديالنا.
طبعا المعتقلين المستفيدين من العفو تم انتقائهم اتباعا لمعايير مثل مثلا السن، الهشاشه، الوضعيه الصحيه، مده الاعتقال، كذلك حسن السيره والسلوك والانضباط طيله مده الاعتقال ديالهم. ونذكر ان جميع هاد المستفيدين غيخضعوا للمراقبه والاختبارات الطبيه والعمليات الحجر الصحي اللازمه في المنازل ديالهم للتاكد من السلامه ديالهم. شيء غندير لهم لافير الله يخويا مازال بطاقة المهنية ديال الاتحادية والوزارة الرابطة والوزارة الدراسة.
Thank you.
دخلتيهم قننتيهم من غد ثاني هذا ها هو كي غادي دير ليهم ما يخرجوش لك ولا خرجوا لي ولا ما غاتعاد درتي لهم اوكو واشو راه شوف انا مخزن في شي من هي دير لهم هذا ديروا لنا يطيح يدوي وماشي وغايسمعوا الاخرين كاينين غايجيو كاع لي في التيزني كلهم غادي يجيو يطيحوا بها السعيد هذا كرا السعيد مشى من هنا السعيد هذا أنا رئيس منطقة شكون تنعرف هذه اللي ديركم ما يومين وديرها مش مواعيد كثر أربعة سوايع كيديرها يومين